دلوقتي هنتكلم عن تري في الكومباوند اوبجكت، وده فكرة رسم كونتور مثلا زي ده. بيكون عندنا خطوط الكونتور كده، وهنعمل المسطح او السيرفس زي جبل. خطوط الكونتور بتكون شيبس معمول لها اتاتش كلها، او حتى مش لازم اتاتش، عادي بنختار كل خط بالترتيب. انا عملت لهم اتاتش عشان اسرع. هنختار من compound objects terrain، هنلاقيه بقى شكله كده. طبعا بيكون مش مرتب ولا منظم، او بيكون الشكل بدائي، عشان كده هنستخدم tool تانية تخدمنا فيه. بس الاول هنلاقي عندنا في البارامترز بتاعته هنا option انه يكون layered size، وهنا rectangular، ده ممكن يرتب شكل السيجمنتس شوية. تمام، التول اللي ممكن تحسن من شكله شوية هي أداة confirm. احنا عندنا geometry بالشكل ده بغض النظر عن انه contour، وعندنا blend كده. البلان ده هنزود فيه السيجمنتس بشكل مبالغ فيه شوية عشان سبب هنفهم. احنا بقى عاوزين ننزل البلان ده على الكونتور ده. نركز كده، هنروح التوب فيو من تي، هنختار كونفور، واحنا عاملين سيلكت طبعا على البلان، هنختار pick world to object، ونختار geometry. لو جينا في البرسبكتيف من بي هنلاقيه عمل اسقاط للبلان على الكونتور دي. ده كده فكرة كونفور، انا طبقتها على الكيس دي، وطبعا ممكن تطبق على حالات تانية. اعتقد كده فهمنا ازاي شكل الكونتور اتحسن وليه زودنا السيجمنتس بشكل مبالغ فيه. زيادة السيجمنتس هتدينا سموث اكتر، وهتخلي الكونتور كله شكله افضل بكتير. وطبعا هنمسح الزيادة الباقية دي، هنشرح ده بعدين. ده كده شكله، طبعا لسه فيه شوية تظبيطات، بس لسه مرحلة تانية مش دلوقتي. لنفترض ان دي جرين هيل، وعايزين نحط عليها نجيلة كفكرة. بس الفكرة بتقول اننا محتاجين نوزع المسطح الاخضر سواء نجيلة او بوشز. نفترض ان المستطيل ده هو الالمنت اللي عاوزين نوزعه. عندنا مسطح وعندنا element، وهنعرف ازاي نعمل scatter. من compound objects scatter بنكون select على element اللي عاوزين نوزعه، ونعمل pick. هنلاقي البوكس بقى على الكونتور. من البارامترز بقى هنا هنلاقي عددهم مثلا 50، وهنا نغير حجمهم، وتحته vertex chaos بيعمل تغيير في الالمنت كده بشكل مش منتظم. هنا بقى هنلاقي طريقة التوزيع perpendicular، لو لغيناها بتخليه عمودي مش مع الكونتور، ودول هنلاقيه بيوزع فيهم كده بطرق مختلفة. عندنا قائمة transforms، ودي بيعمل تغيير في الالمنت بشكل عشوائي. مثلا دي هنخليها كده، ودي ازاحة كده، ودي نغير في السكيل كده، وهنا ممكن نحتفظ بالاسبكت ريشيو. كده نكون عرفنا الكومباوند اوبجكتس اللي محتاجينها.